أحياء كالأموات، هذا هو حال المئات من اللاجئين الذين دفعت بهم الأوضاع المعيشية السيئة إلى رحلة التيه هذه على جنبات القبور وقارعات الطرق في ظل حرب لا تزال تعصف باليمن منذ أكثر من 4 أعوام. في هذه المقبرة الواقعة بمدينة عدن وفي هذا العراء المسكون بالموت تغيب كل مظاهر الحياة، فيما الشمس تطلق أشعاتها المحرقة على أجساد هؤلاء اللاجئين الذين يلوذ بعضهم في خيام بدائية سيئة على أطراف المقبرة دون إسناد معيشي ورعاية من أي طرف. عيشتي أصحاب القبور ديلي ميتين تحت الأرض وميتين فوق الأرض. عيشتنا وعيشت أنا أخواني المواطنين تحت الأرض. نبدأ في جمع القمامات علشان نعيش علشان يوفر لنا الغذاء. ينتقل الأطفال بين شواهد القبور لا يلوون على شيء سوى الاعتياد على هذا الخواء والتعايش القسري مع الخوف الأبدي من الموت. وبعد أن يشتعل التنور لإنضاج الوجبة الرئيسية لهذه العائلة تلتئم على الفتاة من الطعام لتأكل ما استطاعت أن تجمعه بعد مشقة من عناء البحث والعمل الشاق، فيما يوصد سكان المدينة نوافذهم على هذا المشهد منشغلين بهمومهم ومسكونين بإرث الماضي القريب من الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الجميع. أنا عايشين مثل غاطة القبر، نحن لا كهرباء ولا ماء ولا مغاسة ولا أنابيب ولا مراوح ولا أي شيء مثل الناس مثل قبر يعني دايرين عليه وجلوسوا. نجا منكم مساعدات، نجا كنت غيرون علي، نحن مشردين من بيوتنا شرد حنا وأنا شيء ما أوفين نحن درنا لنا قبر وتمددنا مثل قبر أي شيء سنة أي شيء تون. لأبناء تهامة إرث من الترحال على حافة البحر والاستقرار في مدن السواحل اليمنية لدوافع اقتصادية في معظمها وفي بعضها الآخر سياسية، لكن أحدث موجة من هؤلاء المهاجرين الاقتصاديين تواجه ظروفا معيشية سيئة وتتقلص أمامها فرص العيش وتزداد صعوبة وقتامة. وضع النازحين من أصحاب الحديدة المنتشرين في شتى بقاع المناطق المحررة والذي يعانوه من الحرب والتشريد والدمار والقصف وتجبر الحوثي نزحوا إلى مناطق آمنة لكن ما وجدوا يد العون. التكافل الاجتماعي بات عملة نادرة في مدينة عدن التي تتعرض لأسوأ موجة كراهية ضد القائدين من خارجها خصوصا إذا جاءوا من المحافظة الشمالية المجاورة.